آلاف العراقيين في أكثر من 20 مدينة داخل البلاد وخارجها نظموا مسيرات للتذكير بدماء الناشطين والمحتجين في حركة تشرين وإنهاء الإفلات من العقاب والكشف عن الطرف الثالث والقتلة. الخطوة هذه المرة تركز على إصلاح القضاء ومخاطبة المجتمع الدولي بعد تسويف الحكومة والأحزاب لهذا الملف. منسقو حملة إنهاء الإفلات من العقاب قالوا إن هذه الحملة تخاطب القوى الكبرى الممثلة في مجلس الأمن الدولي وكذلك الدول التي لديها نفوذ اقتصادي وعلاقات وثيقة مع بغداد، رافضين السكوت عن شبكات الموت المستمرة بلا محاسبة منذ نحو 20 سنة. هذه حملة عالمية اليوم، حملة موجهة ليس فقط إلى الحكومة العراقية ولكن إلى المجتمع الدولي وبالخاص كل الدول المهمة التي لها استثمارات مهمة في العراق ولها تعاون ولها علاقات وثيقة. نقول لهم أنه لا يمكن السكوت اليوم على استمرار هذه الحالة. إطلاق المسيرات خطوة أولى لما بعدها، تدويل القضية وفتح ملفات الاغتيال والاختطاف أمام المحاكم الدولية سيكون الخطوة التالية عبر شبكة من المحاميين والحقوقيين وقواعد البيانات وتوثيق إفادات الشهود من مختلف الوقائع. مصادر من داخل التنسيقيات ذكرت ليو تي في أن الحراك الشعبي بدأ يتبنى بوضوح إصلاح المنظومة القضائية وتخليصها مما سمت الممارسات الفاسدة أو المهادنة. الكشف عن الطرف الثالث كان وصية أبرز ناشطي كربلاء الشهيد إيهاب الوزني وتحولت إلى مظاهرات عارمة نهاية أيار الماضي ومثلت جزءا من الضغوط التي دفعت الأمم المتحدة إلى مطالبة الحكومة العراقية بتأديب الضباط المتورطين في دماء الشهداء أو المتسترين على الطرف الثالث، كما ورد في آخر تقرير لبعثة يونامي عن العراق. الجاليات العراقية في الولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا واستراليا والسويد وفنلندا وفرنسا وهولندا وكندا والنمسا خرجت في مسيرات حاشدة هدفها الأكبر لفت أنظار العالم إلى شبكات الموت في العراق وضرورة إبعاد مسارات التحقيق وأجهزة القضاء عن النفوذ الحزبي والسياسي.